يسعد اوقاتكم مشاهدينا وينما كنتوا عم بتتابعونا حلقه جديده من برنامجكم من الريف. رح نروح فيها على قريه من قرى اللاذقيه نتعرف على معالمها السياحيه واكيد المناظر الجميله اللي بتكون فيها رح نشوفها اكيد. واليوم اخترنا لكم قريه البهلوليه لنشوف شو حضرونا الزملاء متابعه سوا. أسامة حسن ياسين رئيس مجلس بلدة البهلولية. يبلغ عدد سكان بلدة البهلولية 11162 نسمة على بيانات أمان السجل المدني في البهلولية، أما على الواقع والإحصائي والعدد الإحصائي حوالي أكثر من 17000 نسمة من أهالي من بين أهالي مقيمة في القرية من أهالي وسكان القرية وبين من ناس مهجرين ومقيمين خارج المحافظة. تضم البلدة العديد من التجمعات السكنية والقرى والمزارع المحيطة بها. حي البهلولية، حي الرستين، حي صليب البهلولية، رأس عوج، عين صفصاف، الرفيعة، المشامشي، شير الخراب، مزرعة الشخليل، رويس الطويلة، أرشوق، البلقان، خال الأزهرة. تشتهر البلدة بزراعة الحمضيات والأجزار الزيتون. تبعد البلدة عن مركز مدينة اللاذقية حوالي 22 كيلومتر. ترتفع على مستوى سطح البحر 224 متر. أعلى نقطة في البلدة هي قمة جبل رأس عوج. تحيط بالبلدة بحر 16 تشرين من الجهة الشمالية من الجهة الشمالية الغربية. التي تحاز البلدة بمساحة حوالي 70% من أصل المساحة. تكسو البلدة مساحات واسعة من الغابات الصنوبرية والأشجار الحراجية. تضم البلدة مخدمة بجميع الدوائر الدولية الخدمية، مركز كهرباء، مركز هاتف، محكمة، مديرية ناحية، مستوصف، حتى مركز ثقافي غد التنفيذ لم يتم استلامه حتى الآن. بحاجة البلدة إلى إحداث وحدة مياه، كون المواطن يعاني من بعد المسافة إلى وحدة الصفصاف. قمنا بوجود خط سير مباشر سرافيس من البهلولية باتجاه القلوف، وحدة القلوف أو وحدة عن الصفصاف. يوجد فيها مركز إسمنت مخدم بفرنين مخبزين آليين يغطي حاجيات البلدة. في اقتراح بإحداث مخبز آلي الدولة ضمن قطاع بلدة بريء علما أنه يوجد عقار أملاك دولة والبلدة مستعدة لتقديم هذا العقار إذا تم وضعه في خطة عام 2016. تعاني البلدة من نقص الموارد نتيجة ضعف الإيرادات علما أن ميزانية البلدة ميزانية ذاتية تعتمد على الإيرادات والتحاصيل والضرائب التي تحصلها البلدة. طبعا البلدة من بعد من عام 2011 لحد لتاريخي من نقص التحصيل الضريبي نتيجة ضعف الإيرادات بسبب إغلاق أغلبية المحلات التجارية نتيجة الأوضاع التي تمر بها
وطننا الغالي سوريا. شهدت البلدة من عام 2007 لعام 2010 نهضة عمرانية ملفتة، حيث فينا نقول انتقلت من الواقع الزراعي للواقع التجاري للسكني، التجاري العقاري عفوا. اما من عام 2010 ما فوق حتى الأزمة أوزارة، والبلدة جزء منها نزل الوطن تعاني، وحتى في عندنا معاناة بالنسبة كواقع خدمي لأننا بنغسل المادة المحروقة وضعف التحصيل وضعف الرواتب. البلدة بحاجة إلى تنظيميا توسيع المخطط التنظيمي بلدة البهلولية حتى يصل إلى طريق عام حلب اللاذقية، زيادة الطوابق توسع الشاقول للمخطط التنظيمي، إنه أنا نظام ضابط بينا أربع طوابق مع قبو. البلدة بحاجة إلى ست طوابق ما فوق. في مشكلة عندنا بالتراخيص الزراعية، ان المساحات صغيره ومحدده المساحه، انه في شرط انه حتى تعمل دار سكن خارج تنظيم خارج منطقه الحمايه يكون 4 دينمات، وانا هالمساحه بتحقق لكل المواطنين لكل الناس، يعني يعتبر هذا شرط صعب تحقيقه ل 90% من الناس لانه ما عندها المساحات هاي. ما في مشكله اذا كان دينمين مثلا او دينم حتى واحد يبني دار سكن زراعي. الواقع الزراعي عندنا تشتغل بلده بنسبه 70% بزراعه الحمضيات و 30% زراعه الزيتون. يعاني من ضعف التسويق كونه هلا الكلفة الزراعية كبيرة من أسمدة وحراسة ورش مبيدات حشرية وغلاء مواد التسويقية، يعني بوقع المزارع بعجز ما في تسويق للمادة وفي أسعار مخسي، في حين أنه الزراعة مكلفة. هلا نسبة 95% من قرية بلدة البهلولية مخدمة بخط الصرف الصحي، وال5% الباقي غير مخدمة، مع انه لانه ما فينا نخدمها. السبب هو فرق المنسوب، فنيا لا يمكن تخدمها، كانوا ما في مصب قديم، واغلب المصبات بتصب البحيرة 19 زاك، نحن ما بننفذها. الحل البديل انه انشاء خزانات تجميعية عن طريق مضخات رفع، وهي مكلفة بالوقت الحالي، صعب تنفيذها. نحن من عام 2011 تم تسديد قيمة سيارة النظافة مع حاويات، ولتاريخ ما استلمناها رغم مراجعات متكررة من مؤسسة التجارة الخارجية في دمشق. قمنا بشق الشوارع التنظيمي مدخل البلد لحد التنظيم، دوار الشهداء، توسيع طريق الرأس عوج الصطيب البهلولية. عندنا مثلا مشروع مهم كتير هو توسيع طريق عام الصطيب البهلولية، عملنا الشارع الرئيسي منفذ ب 90% بقى الحلقه الواحده بين الصطيب البهلوليه ورأس عوج، لحتى يصير الشارع الرئيسي كله واحد، يعني رصيف واحد كامل ضمن الشارع ضمن التنظيم. يعني هي مطلب عاني لانه توسيع المخطط التنظيميه. عندنا احداث، ما اقول لك مكتب، ما بدنا احداث بحث مياه، القي احداث مكتب لتسجيل معاملات المواطنين. انا بسجل على ساعه مياه لاستجار المياه على بيتي الجديد، عم عاني من على القلوف معاناه كبيره، يعني مع انه انا بفتحوا مكتب خدمه هون. كمان عندنا موضوع النافذة الواحدة مشان فواتير المياه. هلا في عندنا نافذة واحدة للكهرباء والهاتف، درجة فواتير المي عم يعانوا المواطن المزعج، عم مركز تشيل حتى يسدد الفاتورة، مع انه قبل سنتين كان هون مركز ابو بحد جانب البلدة. عندنا متطلبات كثيرة بس انا بقى في الامكان، بس هلا انا على قيد ان احنا دافعين ثمن سيارة نظافة، بس يزودونا بسيارة نظافة لتخدم القرية. عفاف ديب أتمتي على الحواسيب، مراسلات، تقارير، منطلع إخراجات قيد للمراجعين وبيانات عائلية لا تمام، أحيانا الشبكة بتكون شوي بطيئة، والكهرباء كمان ما كتير. انتصار غالي موصفي بأمانة السجل المدني بالبهلولي، شغلي على الحواسب، بشتغل واقعات زواج ولادي وفيات، وعندنا شوية إساءة بالشبكة، يعني كتير سيئة الشبكة، ما بتساعدنا بإنزال الواقعات بشكل مهم،
وثاني شيء يعني عندي الحاسب، شوفي انه ما في، انا معلمته للحاسب هون الاحرف. نطلب لوحات كمبيوتر ما موجوده، نطلب حاسب جديد ما موجود، نطلب شغلات خاصه بالامانه كمان ما انا متوفره. بنتمنى ان يساعدونا قدر الامكان ان نوفر هالشيء للمراجعين ولغيرهم. والله البناء بشكل عام مثل ما شايفه كثير سيء. ثانيا ليك التقبيع الهاي بشر مي عندنا من هون فوق الخزنة الحاسب هنيك، شوفي الحيط كمان واسع كتير كتير وممكن ينزل على الأرض. نافذ عمران من منطقة البهلولية، أهلا وسهلا فيك. أوه آخر رواق والله، تمام ما ناقصة شيء نهائيا، كل الخدمات كلها 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 تمام، بتجنن والله. لا بصراحة يعني والله العظيم ما ناقصة شيء، من خدمات من كهرباء مية بلدي بكل أشكال يعني. يسعد صباحي كل مال بالبول شادا، وكل مال أزهار طرطاشها نادا، زين جمالي ربنا بجنيته، من بعد منك يا سوريا ما خلق مثلك حدا، من بعد منك ما خلق مثلك حدا. كله في تمام، أموره ميسر، ما في شيء، كلها تمام، الله يبارك فيهم ويخلي لي اياهم، يستر عليهم، كل أموره بخير. في اي شيء؟ لا مي، لا كهرباء، لا الكهرباء لا تمام، الكهرباء مواصلات، بس المواصلات شوي صعبه. ايه المواصلات صعبه كثير عندنا، يعني لانه مثلا من الساعه 10 للساعه 2 افيسير، وحتى لما ننزل على الكراج كمان من 2 لل5 افيسير، زحمه ضغط بتعرفي يعني. في عندنا مشكلة الري التصفي، نحن السد عندنا هون ما عم نستفاد منه شيء، عم ناخذ الري من سد طرجانه، وبصيفي كلها ما عم تجينا 3-4 مرات، ما في يعني 4 مرات. شو السبب؟ السبب ما بعرف، نحكي للجهات المعنية، اليوم بيقولوا لنا بعت لكم الدور، نتفاجأ انه مضروب، اليوم الثاني للضيعة الخطة الثانية، في مشاكل ثانية، نحن هون السد عندنا بالضيعة وما عم نستفاد منه، عم توصل ميته لجبلي. ونحن اهالي الرسيين تحديدا اهالي الرسيين، المي عم تنزل ما عم نستفد منها، واصل لجبلي، ونحن عندنا قطاع خاص كله ما عم نستفد منه نهائيا، والسد عندنا بالبيت بالارض، واراضينا راحت بالسد وما عم نستفد من المي.
مشكلة المازوت أولا، والمشكلة الثانية بتعرف أنت الوضع البلد، الحواجز وكذا، وخصوصا حاجة الجامعة. وقال نحن بالزمان ما كان في عنا هالمشكلة. هلا قوة ترخيص الدولة، تسعير الدولة 68، بس المواطن رأفة بحالتنا ما يعطينا 75. أنا بحقيقة صراحة، بس كمان يعني لازم الدولة تعين بحالتنا وتشوف لنا، تراقب لنا الوضع بالمنطقة الصناعية، القطع اللي بيعاملونا فيها دبل يعني مافيات بالأفريق يعني عن جد بالصناعة. والله ليكي ما طلع، بس مهم إنه واحد ما يحتاج لحدا، يعني لا إنه مصلحة تغنيني لا، بس كمصلحة إنه طلع مصروفي عادي. والله طيب مثل ما بيحكي الأخ، يعني هذا وضع السلف، يعني مثل ما بيحكي هاي قصة عادي والله. طيب على القطع وعلى المازوت وعلى توفي معك كموظف مثلا في هذا الصالح؟ طيب ما بتوفي، بس بدك كمان. طيب هو ما موفي معه هيك والله. ما في لا بس كمان خلي عسي هالطرقات شوي هيك يديروا لنا بالنا، لأن تعرف انت تصليح بالايام كثير مشكله، يعني مشكله خلي يسووا لنا هالطرقات، يعني ما بدنا منه شيء يعني. ويديروا بالنا على المازوت، هلا ما يبعثونا نحن، ما يبعثونا لمحلات ثانيه على مناطق ثانيه نعبي مازوت. طب نحن عندنا كاسيتنا على الخط، يعني بدنا نروح نعبي مثلا على طريق جبلي او طريق بسيط، بدنا نصرف لنا 3 4 دورة مازوت، روحها راجع 6 دورة. طب هذا مربح ولا شوفي؟ يعني مثلا خلي عندنا جازيتين على الخط، حطوا لنا مخصصاتنا مثلا بجازيت الجنديري او بجازيت البهلولي هون، وامن المازوت بعد الظهر بيمشي حال، يعني ما في عندنا مشكله، لا المواطن عنده مشكله ونحن ما عندنا مشكله. عندنا مشكله الطرقات اللي انتقلنا مشان وضع البلد، ما عندنا مشكله كلها بدنا نتحملها. انا غزوه كوسا، ما بشتغل شيء، ما بشتغل اي شيء، قاعده بهالبراكي تربي اولادي. والله عيني ما في شيء فاضي، انكسرت ما في عندي اي شيء، انكسرنا من الازمه عرفتي كيف، وعندي جزء اولاد واولادي مصروفين كبير ولا عندي شيء تعيش منه، والله قاعده هيدا لك شوفت عيني. الحمد لله فيتي بقوم وبقعد وبشغل ببيتي انا، بس شو بدي اعمل يعني، لا عندي وظيفه ولا صار لي عقد ولا صار لي شيء بالدنيا تحت اربي اولادي، ما في اي لا جمعيات ولا معونات ولا في اي شيء في الدنيا، لا رحمه الله تنزل علينا. هيدي وضعه شايفتي وضعه، راتبه 18000، شو بده يسوي 18000؟ هيدي قاعدة بالدكان بهالبراكي بعين بهالرفوف الفاضية. منصور عنا، كنت بالجيش وطلعت تقاعد نسبي من قديم، بس هذا شغلنا. هاي الدكان لنا الحمد لله بعد هالأزمة، وكان ماشي حالنا وعايشين، وبلشت الأزمة وكسرنا والله قاعدين. يعني اكل والله احيانا ننبلع عشاء اكل ما عم نشبعه، شو وضع سيء لدرجه صار، شو بدنا نسوي؟ ما في لا والله لا مساعده ولا، بالعكس هذا وضعنا. لا والله لا جمعيه ولا في عنا، كل هالامور هاي ما حدا بيتعرف عليها هون. مشاكل ضياع هي يعني، ما عادي، ما فيها هالمشاكل، ما فيها الخدمي، ما مقبوله مشاكل الخدمي، يعني كثير مقبوله بالنسبة لوضع البلدي، والكل مقبول. علي محمد خضر، من أهالي المنطقة، من أهالي قرية وستين، ابن عن جدا، عن ستا، عن عما، عن خالا، مزارع. كيف شغل؟ منيح كويس الحمد لله. شو في مشاكل في الفلاحين؟ والله كمشاكل أفي، بس كضعف بالإمدادات الفلاحين، يعني ما عم يدبون لهم طلباتي، مي قليلي. والله مرتين السنة كليته أدوي ما عم يوشو، لأن بدأ توفي معنا الزراعة، إذا كيلت الليمون ب30 ورقة والشرحة ب85 ليرة، بقى من بدأ توفي معنا الزراعة، إذا كيلت الليمون ب30 ليرة والشرحة ب35، ويد العاملة 1500 ليرة كل عامل، و2500 ليرة للسيارة بتحملك 800 كيلو، ومبايعة بالمية 6-7 مدريش قد بياخذوا. من ما توفي مع المزارع؟ لا والله الحمد لله موفي معنا. شو هيثم خضر، رئيس جمعية الرستي. يعني الأسمدة، الأعلاف، في عنا رخصة غاز، في السكر، تموين، يعني وقت اللي بيجي بنجيبه لهون كله، وقت اللي عم يجي عم نجيبه يعني، وغاز بشكل كل 10-15 يوم في نقلة غاز للقرية يعني. والله قياسا بأسعار مثلا الليمون أو الهاي غالي، إذا بدك تقيسيها بالأسعار الليمون غالي جدا. في صعوبات بتأمين
التأمين لا ما في صعوبة، يعني نجيب عن طريق الاتحاد عن طريق المصرف الزراعي موجودة بشكل دائم، يعني بشكل دائم موجودة بالمستودع بالجمعية. والله الحمد لله المي لا موجودة، الكهرباء كويسة والمي كل يومين وثالث عم تجي على البيوت، يعني مي الري بالصيف نعاني منها بسبب قلة الأمطار شايفي، يعني السدود ما عم يكون فيها مي كافية مثلا تغطي، نحن ميتنا أغلبيتها من سد طرجانو يعني سد الثورة. في بعض القسم من الأراضي الضيعة تروى من سد 16 تشرين، والقسم الأكبر هون من الجهة هي تروى من سد الثورة. سد الثورة المزارعة عم تجي من هنيك على محطات ضخ هون وبتتوزع وبتتوزع بشكل يعني دوري دوري، بس ممكن تحكي ما تضيعها كل 10 كل 15 كل 20 اذا ما كان في عطال، اذا ما كان في يعني اي صعوبات تجي كل حوالي كل 15 كل 20 يوم مره على، يعني بتحكمك بالصيف مرتين او ثلاثه للمزارع يعني. بتكفي؟ اكيد لا، خاصه هو الشجر الكبير بتكفي، بس في مثلا غراس صغيره ما بكفي، يعني الغراس الصغيره بدها كل 12 لل 15 يوم لازم تروى مره واحده على الاقل. بنهاية حلقتنا لهذا اليوم مشاهدينا بدي اتشكر متابعتكم لهذه الحلقة، تابعونا دائما ببرنامجنا من الريف لنشوف قرى اكيد جديدة بمحافظة اللاذقية. شكرا للمتابعة، الى اللقاء.